السلام عليكم. كل إنسانة في هذه الدنيا تحب إن زوجها يحبها ويحترمها، والزوج كمان يحب إن زوجته تقدره وتحترمه وتقول له كلام زين عشان عشرة طيبة وتفاهم بين الأزواج. ما عليكم إلا هذه الطريقة اللي راح أشرح لكم الحين وباختصار بإذن الله، بس أبغاكم تشجعوني بلايكات إن شاء الله يعجبكم الفيديو وراح تسوونه وراح تشوفون مفعول واستجابة رهيبة وتغيير في حالة أو مشاعر بين الزوجين. فأحياناً المشاكل المالية أو النفسية أو الظروف اللي إحنا نعيشها تقل العاطفة بين الأزواج فتكثر المشاكل. عشان نتفادى كل هذا ولين قلب الزوج على زوجته وقلب الزوجة على زوجها، ما عليكم إلا تدعون بهذا الدعاء اللي راح أقول لكم. بس أهم شيء وأكثر شيء تكونوا على يقين إنه مفعوله راح يكون سريع لأنه لله سبحانه وتعالى، وأحسن وأفضل إذا قلتونه في الثلث الأخير من الليل أو مثل اليوم آخر ساعة الاستجابة، يعني ساعة الجمعة أو بين الأذان والإقامة أو وقت نزول المطر وقت السفر، تعرفون أوقات الاستجابة طبعا. المهم تقول الزوجة إذا كانت زوجة أو العكس إذا كان زوج: اللهم ربي إني أسألك أن تقذف حبي في قلب زوجي فلان، يعني تسمينه، كما قذفت حب السيدة عائشة في قلب محمد عليه الصلاة والسلام. بحق حب محمد عليه الصلاة والسلام لك يا رب، وبحق حبك يا رب لمحمد عليه الصلاة والسلام. جدا رهيبة، راح تشوفون مفعولها قوي، وإن شاء الله ربنا يستجب لكم والله يرزقكم المحبة والهدوء والعطف وعشرة طيبة بإذن الله. شجعوني وانزلوا تحت وسووا لايك لأني أستاهل وأنتم تستاهلون بعد.